السلام عليكم، عم بحكي معكم من حلب المحاصرة، من أحياء المتبقي من حلب المحاصرة. اليوم الأول بعد اتفاقية المبادرة بإخلاء المدنيين وإخلاء المقاتلين وإخلاء الجرحى بمدينة حلب. بصراحة هن ما وافقوا إنه يطلعوا الجرحى. الجرحى وصلت للمعابر والمعابر كانت مسكرة، ما تم إخراج أي جريح من مدينة حلب لحد هذه اللحظة. قصف عنيف اليوم تشهده المحاصرة، قصف عنيف بكافة أنواع الأسلحة براجمات صواريخ وقذائف المدفعية وقذائف الدبابات تشهده حلب المحاصرة، مع سقوط أكثر من 40 جريح حتى هذه اللحظة منذ الصباح الباكر إلى هذه اللحظة. سنوافيكم الأحداث أولا بأولا إن شاء الله. هذا اليوم هو اليوم الأول بعد مبادرة اتفاق الهدنة.